عندما نقول بأننا نتوقع رد من حزب الله على هذا الاستهداف، هل هذا الرد سيشمل يعني استهدافات عسكرية، توسيع فقط لقواعد الاشتباك واستهداف بلدات جديدة ربما في الشمال الإسرائيلي، أم نتوقع رد بفتح جبهة لبنان، أم أن حزب الله سيبقى ملتزم بعدم فتح هذه الجبهة إلا أن فرضت إسرائيل هذا الواقع؟ وهل بهذا الاستهداف نقول بأن إسرائيل قد فرضت حقا هذا الواقع على الجانب اللبناني؟ لن يقوم حزب الله بفتح جبهة بسبب هذا الاغتيال، إنما نتوقع الليلة وغدا ردا عسكريا كما يحصل في الجنوب. يعني عادة لما قتلت إسرائيل 3 مدنيين في بنت جبيل قام حزب الله بقصف كريات شموني وقتل 3 مدنيين اعترفت بهم إسرائيل، وكان يعني تنفيذا للوعد قال مدني مقابل مدني. عندما وسعت إسرائيل قواعد الاشتباك وقصفت الشمال الليطاني في منطقة حومين ومنطقة رد حزب الله بطائرة مسيرة استهدفت حكا ويافا وكأنها إنذار لحيفا أننا سنصل. إنما سيبقى من الجانب اللبناني أنا برأيي هذه تحت سقف فتح المعركة الواسعة، لا أمريكا تريد فتحها ولا إيران تريد أن يفتحها حزب الله وتتورط هي بها، ولا حزب الله يريد أن يكون مسؤول تاريخيا على فتح معركة ربما تسبب دمار لبنان. نحن أمام أي واقع في هذا الوقت بعد هذا الاستهداف؟ يعني هذا الذي حصل اليوم كان منتظرا قبل العدوان على الضاحية الجنوبية واغتيال الشيخ صالح العروري المسؤول يعني كبير في حماس. سمعنا اليوم تصريح لمسؤول إسرائيلي يقول أن كل قصف حماس على لائحة الاغتيال، وهذا ليس بجديد. نحن تحدثنا أمس وأول أمس واليوم أن إسرائيل المحبطة والمهزومة في غزة حيث لم تحقق أي نتائج ستغير مع خلال أسابيع أسلوبها وتكتيكاتها الحربية وإعادة انتشار جيشها، وأيضا ستعتمد الحرب العسكرية بالجراحية الدقيقة يعني قتل قادة حماس على أهداف عسكرية محددة كما فعلت بدمشق مع القائد الإيراني، وستقوم أيضا بحرب أمنية لاغتيال قادة حماس إن كان في غزة أو في فلسطين في الضفة أو في لبنان أو حتى في الدول الصديقة للكيان الإسرائيلي. حتما لن يكون ذلك بعمليات عسكرية إنما بعمليات أمنية. الذي حصل اليوم كان منتظرا، والغريب يعني أنا أستغرب عسكريا وأمنيا كيف أن مكتبا ظاهرا للعيان موجود في الضاحية الجنوبية بشكل علني، يعني معروف أنه مكتب حماس ويجتمع به قادة حماس. طيب وهم يعلمون يعني أنت عم تطرح تساؤلات دكتور بطبيعة الوضع الأمني أو قدرات حزب الله الأمنية في تلك المنطقة أم ماذا تحديدا؟ ليس قدرات، يعني هي منطقة ما في شك فيها هي منطقة حزب الله في الناحية الأمنية، يعني إلى حد ما إذا وضع سيارة مفخخة أو يدخل عناصر غرباء للقيام بعملية الاغتيال وكله ممكن كمان، وسط عملاء موجودون بالضاحية. إنما قادة حماس موجودون، يعرف الكثير أنه القسم الموجود منهم في لبنان يقطن الضاحية الجنوبية وليس يقطن في فنادق راس بيروت أو في مناطق أخرى. هذا يعني أنا أقول من الناحية الأمنية كان يفترض أن يراعوا هذا الوضع كما قالت حزب الله الكبار الذين لا يتواجدون في مكان واحد لأسباب أمنية وبمكان، لأنهم يعلمون أن إسرائيل تستطيع بواسطة وسائل عديدة أن تراقبهم، وأكبر دليل مقتل القائد رضا الموسوي في 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 دمشق وكان حدثا كبيرا. طيب هلأ